السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطلابات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان ميار والروبوت. بيقول الأولاد في أرض بعيدة وزمن غير بعيد، في مدينة متقدمة تعج بالتكنولوجيا، ولدت فتاة تدعى ميار. كانت فتاة ذكية ومبدعة، تتمتع بشغف الاكتشاف الجديد، فكانت دائما ما تحصل على أعلى الدرجات ويخرج منها أسمى الإبداعات. طبعا الدرس بتاعنا عبارة عن حكاية قصيرة بتكلم عن فتاة أو بنت تدعى يعني تسمى ميار، وكانت هذه الفتاة تعيش في أرض تعج بالتكنولوجيا، أي تمتلئ بالتكنولوجيا والتقدم والتطور. كانت هذه الفتاة لها صفات، فكانت تتميز بأنها ذكية ومبدعة وتتمتع بشغف الاكتشاف الجديد. كلمة شغف بمعنى اهتمام، وطبعا كانت دائما ما تحصل على أعلى الدرجات أكيد بهذه الصفات، فكانت من المتفوقات، وكان يخرج منها أسمى وأعلى وأرفع الإبداعات والابتكارات. لولا أنها كانت تعيش في بيئة متطورة يعني متقدمة ومتجددة، فكانت تستخدم التقنيات الحديثة في شتى مناحي الحياة. التقنيات بمعنى الوسائل والأساليب والطرائق، تمام، وشتى بمعنى مختلف، تمام، ومتفرق، ومناحي المراد بها مجالات، تمام. فقد طلبت من أبيها أن يشتري روبوتا يساعدها ويكون صديقا لها، فأخبرها بأنه سينتظر حتى تحصل على اختبار الصف السادس وبعدها سيحضره لها كهدية، يعني هيستنى لما تحصل على نتيجة الاختبار وبعد كده هيجيبه لها كهدية. وهذا التفوق الذي طالما اعتادته ميار، يعني تعودت عليه، اعتادته بمعنى تعودت عليه. جميل. بيقول الأولاد وبالفعل اجتهدت وحصلت على أعلى الدرجات فأحضره لها، فكانت هديتها روبوت من والدها، وطبعا كم كانت سعيدة به، يعني دليل على شدة سعادتها، وأسمته أو أطلقت عليها اسم ميرو، وكانت ترافقه أي تصاحبه ويكون رفيقا لها وصاحبا لها في كل مكان. وبمرور الوقت أصبحت أو بدأت ميار تطلب منه أن ينفذ لها مهامها المطلوبة منها، يعني ابتدت ميار تتواكل على هذا الروبوت وتطلب أن يقوم بالمهام والمهمات المطلوبة منها، وحتى أنه صار يقوم بواجباتها بدلا عنها، يعني الواجبات المطلوبة منها كان هذا الروبوت هو الذي يقوم بها، من تنظيف غرفتها، وهي كانت كل همها ان هي تلهو وتلعب بهاتفها. ولي مع الوقت اصبحت ميار تعتمد على الروبوت في ان يقوم بالمهام الاختياريه المطلوبه منها، يعني بقت بتعتمد عليه في اغلب المهام وهو اللي كان بيقوم بها وهي متكاسله، فاخذت قدراتها التحليليه والتعليميه تضعف، طبعا بدات قدراتها تضعف وتقل يوما بعد يوم. وصارت أقل شغفاً، وقلنا شغف قبل كده بمعنى اهتمام، فصارت أقل شغفاً وتحدياً في المشاريع، لدرجة أن المعلم أراد مناقشتها في واجبها الذي قامت به، ولكن طبعاً لم تستطع مناقشته ولم تقدر أنها تناقشه لأن هي ببساطة لم تقم به بنفسها. بيقول الأولاد طبعا لهذا الموقف ان هي لم تستطع مناقشة معلمها في الواجب الذي لم تقم به بنفسها لانها طبعا لم تعرف عنه شيئا، فعادت ميار الى المنزل حزينة لانها طبعا هذا ليس عادتها، زي ما قلنا ان هي اعتادت على التفوق والحصول على اعلى الدرجات، فعادت الى المنزل حزينة لانها ادركت وعرفت وعلمت انها وصلت الى نقطة حرجة، يعني مرحلة صعبة لوضع معين اللي هي طبعا تأخرها في الدراسة، حيث صارت تعتمد على الروبوت في القيام بالمهام المطلوبة منها، وأنها لم تعد تتقن عملها، يعني تقوم بعملها على الوجه الأكمل كما كانت من قبل. فطبعا الأب لاحظ أنها لم يعد لديها شغف، يعني اهتمام وحب لأي أمر، ولا حماس، يعني شجاعة أو فضول للدخول لأمور معينة، فدخل غرفتها ليتحدث معها. وطبعا ده دور الأب إن هو يكون عنده قوة ملاحظة لأبنائه هو الأم، ويلاحظ أي تغير عليهم، فدخل يتحدث معها، فقصت وحكت له ما جرى لها بالمدرسة. فطبعا الأب أكد حديثها قائلا: لقد لاحظت يا ميار أنك توقفت عن إعمال عقلك واستخدام مهاراتك المتعددة بمعنى الكثيرة منذ جاء هذا الروبوت،
فنظرت إليه وكلها حزن وخجل وقالت له، طبعا خجل بمعنى حياء واستحياء وعكسها جرأة. بيقول لي أولاد أضافة يعني الأب زيادة فيه وأكمل حديثه، ابنتي التكنولوجيا نعمة من الله سبحانه وتعالى لمساعدتنا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهبه العقل الذي ابتكر به هذه التكنولوجيا المتطورة يوم بعد يوم، وذلك لكي سخرها لمساعدة الإنسان وتوفير الوقت والجهد له، ولكننا لا نعتمد عليها بشكل كلي. يعني الإنسان لا يعتمد على هذه التكنولوجيا بشكل كلي، وطلب منها أن هي تستخدمها بحكمة واعتدال. وأيضا قال لها حافظي على قدراتك ومهاراتك الشخصية، ولا تتركيها ولا تتركي هذه طبعا المهارات تحل محل مجهودك في تحقيق أهدافك. هذا الروبوت أو هذا الاعتماد لا تتركيه يحل محلك محل أهدافك التي تطمحين في الوصول إليها. طيب تعالوا كده نشوف أهم المفردات. معنى تعوج، تعج بمعنى تمتلئ، والمضاد تفرغ، اعتادت بمعنى تعودت على، الحياة جمعها الحيوات، ونقطة حرجة المراد بيها مرحلة صعبة لوضع معين. طيب تعالى كده نشوف مع بعض سؤال المتفوقين. الاعتماد على الروبوت بشكل كبير يؤدي إلى آثار سلبية، دلل على ذلك. فكر كده في إجابة السؤال، وإحنا مستنيين إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. بيقول لي طبعا بعد حديث ميار مع والدها، قررت ميار أن تتخذ خطوة جديدة وتستعيد قدرتها وشغفها للعمل. طبعا هنا ميار لابد أن تصلح من الخطأ الذي أوقعت نفسها فيه، فبدأت تتخذ خطوة وتحدد الخطوات التي تستعيد بها قدرتها وشغفها وحبها للعمل دون أن تستغنى عن ميرو، يعني لأننا لا غنى عن الثقافة. فبدأت في تنفيذ خطتها لاستعادة ميار المبدع، يعني تستعيد ميار الذي عندها قدرة على الإبداع والابتكار. يعني بدأت بالاستعدادات اليومية في تنظيف غرفتها وهو يساعدها، وكذلك تستخدمه في البحث لتصل لأفضل النتائج وفي جميع المهام التي يمكنه الاستفادة به فيها. ولكن طبعا هي ما بقتش لغية نفسها تماما، لا، هي بدأت تستخدمه بالإضافة لأن هي بنفسها بتبحث وتستكشف. كانت البداية صعبة بالنسبة لها، حيث واجهت العديد من التحديات والصعوبات في التحكم بها واستعادة التحفيز الذاتي لها، ولكنها لم تستسلم وثابرت واجتهدت. جميل، تعال نشوف كده. قلنا كلمة أفضل بمعنى أحسن، قال لي أولاد صعب عكسها سهلة، قال لي كلمة تستعيد بمعنى تسترجع. جميل، تستغنى بمعنى تكتفي، وقلنا طبعا التحفيز بمعنى التشجيع، قال لي لكنها لم تستسلم وثابرت، ثابرت بمعنى داومت ووظبت على. جميل، وعكسها طبعا تكاسلت. بيقول لي أولاد بمرور الوقت طبعا استطاعت ميار استرجاع مهاراتها وإنعاش روحها الإبداعية، وأدركت أن عليها استخدام التكنولوجيا لتتمكن من النجاح والتسهيل على نفسها. يعني هنا أن هي لا تلغي ما تقوم به وتعتمد على التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا كنوع من أنواع المساعدة للوصول للنجاح وتسهل على نفسها الوصول للمعلومات والقيام بالأعمال المختلفة. نتعرف على معاني المفردات. إعمال عقلك بمعنى إشغاله بالتفكير، التحفيز قلنا بمعنى التشجيع، والمضاد التثبيت، خطوة جمعها خطى وخطوات، إنعاش روحها بمعنى إعادة الحياة والنشاط إليها. جميل، وصلنا للسؤال حبيبنا المتفوقين. السؤال بيقول ما الدرس الذي تعلمته ميار من نعمة التكنولوجيا؟ فكر كده في إجابة السؤال، وأنا مستنية إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.